وأخذ النبي يدعوهم إلى الإسلام فلم ينصروه. ماذا تريد منا؟ اذهب عنا وإلى قتلناك. وأخذوا يلقونه بالحجارة حتى نزفت الدماء من قدميه الشريفتين. فلما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بوجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا عداس، خذ قطفا من العنب فضعه لهذا الرجل. تفضل كل هذا العنب. فشكر الله له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله. والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أي البلاد أنت يا عداس، وما دينك؟ نصراني، وأنا من أهل نينوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرية الرجل الصالح يونس بن متى. وما يدريك بيونس بن متى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي. يا سيدي، ما في الأرض شيء خير من هذا الرجل، لقد أخبرني بأمر لا يعلمه إلا نبي. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم وهو مهموم. فرفع النبي رأسه فإذا بسحابة قد أظلت، فنظر فإذا فيها جبريل، فناداه فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداه ملك الجبال فسلم عليه ثم قال: يا محمد، ذلك فما شئت.
إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. فقال نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله عز وجل وحده لا يشرك به شيئا. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. محمد was only sent as a mercy for all mankind, and God would prefer the destruction of Al-Kaaba than killing an innocent. Mohammed a été envoyé pour la résurrection de l'humanité. Et Dieu préfère la destruction de la Kaaba que la mort d'un innocent. بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم عائدا من الطائف إلى مكة، قام يصلي في جوف الليل، فمر به نفر من الجن فاستمعوا له، فلما فرغ من صلاته آمنوا وولوا إلى قومهم.